الآن يا شباب مهم نتذكر إنه إذا أثر على نقطة واحدة أكثر من ماجنتيك فيلد ففي هاي الحالة لازم نطلع المحصلة. نتبع الخطوات التالية دائما. إذا كان في عندي أكثر من مجال مغناطيسي شو بنحكي دائما؟ إذا في عندي more than magnetic field acting at the same point ففي هاي الحالة رح نطبق الخطوات الثلاثة اللي احنا بنعرفهم من زمان اللي هم أول شيء بنطلع الاتجاهات بعدين calculations بنحسب كل واحد من هاي المجالات المغناطيسية كل واحد حسب شكل المؤثر تاعه بعدين بنطلع الريزلتنت المحصلة اعتمادا على الاتجاهات تمام فمثلا لو كان في عندي مجال مغناطيسي لسلك مستقيم مع مجال مغناطيسي لملف دائري على سبيل المثال هيك اتجاه الكرنت فيه هذا I2 وهذا I1 فأول شيء نعمله مطلوب نطلع النت أو الريزلتنت ماجنتيك فيلد at the center of the سيركل في مركز الدائرة شو بنعمل بالأول؟ بنطلع الاتجاهات فبنحكي بالنسبة لـ I1 I1 اتجاهه لوين؟ نحو الأعلى بحط إبهامي نحو الأعلى بهذا الشكل النقطة المطلوبة على يمين السلك إذا بفرد أصابعي باتجاه المكان المطلوب فوين باطن الكف؟ داخل الصفحة إذا B1 اتجاهه داخل الصفحة أم باجي وين؟ باجي على I2 هل هو بدور قاعد هيك عكس قارب الساعة؟ لا هو قاعد بدور مع قارب الساعة بهذا الشكل شوف كيف أصابعي مع قارب الساعة فوين الإبهام؟ الإبهام راح يكون داخل الصفحة فبعرف أنه محصلة المجالين راح تكون جمعهم مع بعض الآن ما أجي أحسبهم نحكي B1 عبارة عن straight line where سلك على شكل خط مستقيم فالبي قانونها هي ميو نوت في I على 2 باي في A حيث A هي بعد النقطة المطلوبة عن السلك اللي هي هاي كاملة مرات بكونوا معطيني بس المسافة اللي هون فأنا بزيد عليها الراديوس دايما النقطة باخد بعد النقطة المطلوبة عن السلك هاي هي A بالنسبة الآن للبي 2 نحكي البي 2 هو ملف دائري شو قانون الدائري؟ قانون هو ميو نوت في I في N مقسومة على 2 A حيث A هون هي الراديوس إذا المستقيم A هي بعد النقطة عن السلك هاي إذا A1 وهاي هي A2 بالنسبة للملف الدائري الـA بتمثل الـ radius of the circle الآن لأنه اتجاهاتهم مع بعض بحسب كل واحد منهم بعدين بنجمعهم مع بعض الريزلتات راح تكون حاصل جمعهم مع بعض تمام إذا هذا إذا أثر على النقطة الواحدة أكثر من مجال مغناطيسي أحيانا يا شباب بيعطيني هو النت أو resultant magnetic field في نقطة بيعطيني I1 يعني عندي I1 بقدر أطلع منها B1 بس ما عندي I2 وبالتالي B2 مجهول بس هو بيعطيني النت فأنا من معرفتي للاتجاهات والمقادير تاعتهم بقدر أعرف بالB2 ومنها بقدر أطلع قيمة الI2 تمام هذا إذا كان في عنا تأثير من أكثر من ماجنتيك فيلد على نقطة واحدة أيضا من الأشياء اللي بهمنا نعرفها إنه لو طلب مني أحدد موقع الإكوليبريم بوينت يعني أنا مثلا في عندي two magnetic fields ناتجات من أسلاك مختلفة لكن هدول السلكين بينتجوا مجالات في النقطة المعينة اتجاهاتهم متعاكسة ومقاديرهم متساوية فراح نحصل على net magnetic field قيمته بتساوي صفر فللتوضيح بدنا نحكي الآن عن الإكوليبريم لو كان عندي على سبيل المثال سلكين زي اللي شفناهم في الحالة السابقة واحد هون وواحد هون هذا هو اتجاه I1 اتجاه I2 مجهول مقداره مجهول والمسافات موجودة والراديوس موجود كل شيء تمام ففي السؤال بيحكي لي انه النقطة C اللي هي center of the circle has zero net magnetic field يعني المجال المغناطيسي الكلي المؤثر عليها بيساوي زيرو نحكي إذن هاي النقطة بتمثل نقطة اتزان يعني نقطة تساوي مجالين مع تعاكسهم مع بعض وبالتالي رح نطبق هذا القانون إنه B1 إيش لازم تساوي B1 لازم تساوي B2 مقاديرهم متساوية
لو طبقنا هذا القانون على النقطة اللي عندنا راح نلاقي انه بي 1 تساوي بي 2. بي 1 هو المجال الناتج من سلك مستقيم هو ميو نوت في اي 1 على 2 باي اي 1 يساوي بي 2 هي المجال الناتج من ملف دائري ميو نوت في اي 2 في ان على 2 اي طبعا اي 2 ميو نوت واثنين راح تروح مع بعضها اي 1 عندي اي 1 اللي هي المسافة هاي عندي ان ال n عدد اللفات عندي والراديوس بكون عندي نقدر وقتها نحسب ايش نقدر نحسب اي 2 شو بتساوي حساب قيمة اي 2 رح تكون عملية سهلة لانه طبقنا بي 1 بتساوي بي 2 مباشرة لاني انا بعرف وين مكان النقطة المطلوبة وين هي النقطة اللي بينعدم فيها المجال المغناطيسي. الحالة الاصعب انه جيب لي سلكين مستقيمات. اذا جاب لي سلكين مستقيمات بصير الامور شوي اعقد والسبب في ذلك انه انا ما بعرف وين هي النقطة اللي راح ينعدم فيها المجال المغناطيسي. بس في الملف الدائري والملف اللولبي واضحة النقطة هي مركز هذا الملف. لو جاب لي سلكين مستقيمات زي هيك بهذا الشكل اتجاهاتهم مع بعض هذا I1 وهذا I2 والمسافة اللي بين السلكين طبعا هم infinite wires المسافة بينهم هي على سبيل المثال D بين السلكين حكى لي وين هي الإكوليبريم بوينت وين راح تكون. فبنحكي يا شباب انه اذا السلكين كانوا بنفس الاتجاه الإكوليبريم بوينت تقع بين السلكين اقرب للتيار الاصغر. فلو افترضنا مثلا انه I1 هو الاصغر راح تكون هي المنتصف هي تكون الاقرب هون يعني راح نسمي هاي المسافة اللي هون X. فكم راح تكون المسافة المتبقية هون راح تكون المسافة المتبقية هي كلها D اذا D ناقص X بهذا الشكل. اما اذا السلكين كانوا متعاكسين عكس بعض هذا I1 وهذا I2 المسافة اللي بينهم هي نفسها ايضا هي نفسها دي فنقطة الاتزان راح تكون خارج السلكين في هاي المنطقة على بعد X من التيار الاصغر دائما بروح التيار القيمة اصغر 2 امبير 3 امبير هاي التيار الاصغر اذا على جهته لو هاي الاصغر تكون على الجهة اللي هون وهكذا. كم بعد نقطة الاتزان عن I1 بعدها X كم بعد نقطة الاتزان عن I2 بعدها D زائد X لحظة هون D ناقص X هون D زائد X. ولهذا يا شباب لما نطبق قانون الاتزان B1 تساوي B2 على الحالة اللي عندنا على حالة سلكين مستقيمات راح نحصل على ما يلي ميو نوت هذا اللي هو B1 في I1 على اعتبار انه I1 هو الأصغر على 2 باي قانون A قانون هي بعد النقطة المطلوبة عن التيار والتيار الأصغر المسافة دائما بتكون هي X I1 هو التيار الأصغر شباب يساوي ميو نوت في I2 التيار الأكبر الآن على 2 باي في بعد النقطة عن التيار الكبير سواء هاي النقطة عن I2 أو هاي النقطة عن I2 كم بعدها في هاي الحالة D ناقص X كم بعدها هون D زائد X إذن هي D ناقص أو زائد X راح تكون. لو اختصرنا الميو نوت مع 2 باي راح يصفي عندي I1 على X تساوي I2 على D ناقص أو زائد X. إذا التيارين مع بعض بتكون الإشارة ناقص إذا التيارين عكس بعض الإشارة بتكون زائد. هالبساطة هاي دائما التيار الصغير X التيار الكبير D ناقص أو زائد X. هذا هو قانون الاتزان في حالة سلكين مستقيمات متوازيات. تمام الآن خلينا نشوف موضوع آخر. اللي هو يا شباب لو جاب لي أيضا سلكين مستقيمات متوازيات اللي حنحكي عنه الآن فقط مختص بسلكين مستقيمات متوازيات فرح يكون في عنا إيش في عنا فورس بينهم قوة تجاذب أو تنافر. هذا I1 هذا هون I2 المسافة اللي بينهم هي A على سبيل المثال فراح يصير في عندي force طبعا magnetic force قوة مغناطيسية between two parallel wires بين سلكين متوازيين.
اف القوة المغناطيسية اللي بيأثر فيها السلك الأول على الثاني، القوة المؤثرة على الثاني من وين جاية؟ جاية من السلك الأول، راح نسميها F12، قوة الأول على الثاني. هي نفسها يا شباب قوة الثاني على الأول، لأنه هي قوة متبادلة بينهما. فإذا F12 هي نفسها F21، ما في فرق بينهم. فلو طلب من القوة على الأول أو القوة على الثاني أو القوة الموتشوال، موتشوال يعني المتبادلة بينهما، الناتج هو نفسه. شو راح يكون القانون؟ هو ميو نوت في I1 في I2 في L على 2 باي A، المسافة اللي بين السلكين بهذا الشكل. ميو نوت اللي هي الثابت نفاذية البيرميبيليتي، I1 و I2 كرنتس، ال طول اللي أنا بدي أحسب القوة المؤثرة عليه. يعني السؤال بيحكي لك احسب القوة اللي بيأثر فيها السلك الأول على 10 سنتي من السلك الثاني، إذا ال هي 10 سنتي. 2 باي A، A هي البعد بين السلكين. لكن احيانا ما بطلبش مني ال، يعني بتكون الاسلاك انفينيت وبطلب القوه بينهم، وبالتالي فيش عندي الا اعوضها. في هاي الحاله شو بكون طالب مننا؟ نحسب اف بير يونت لينث اللي هي الفورس بير يونت لينث. اللي هي شو راح تساوي في هاي الحاله؟ راح تكون ميو نوت في اي 1 في اي 2 على 2 باي A بدون ما أضرب في L. طبعا وحدتها هي نيوتن لكل متر. تمام. إذا كان في عندي سلكين متوازيين فالقوة بينهم راح تحسب من هاي العلاقة. إذا كان في عندي L و F على L، هاي العلاقة لو كان فيش عندي L أو ال كانت إنفينيت. لأن من الأشكال اللي ممكن تيجي لهيك سؤال مثلا إنه يجيب لي ثلاث أسلاك مثلا، ويكون ايضا بالاضافه للاسلاك في عندي مجال مغناطيسي خارجي، يعني مثلا زي هيك. هذا يونيفورم ماجنتيك فيلد مثلا بي بتساوي بوينت 2 على سبيل المثال، بي المهم انها معطى. وفي عندي كرنتس، في عندي اي 1 وفي عندي هون مثلا اي 2 وفي عندي هون اي 3 على سبيل المثال. مطلوب نطلع في السؤال find net magnetic force acting on مثلا I2، حدد لي واحد منهم. طبعا المسافات تكون معطاة، هي مثلا D1، هي المسافة اللي هون شو بتكون؟ D2. نحط أرقام من باب توضيح الفكرة. I1 3 أمبير، I2 2 أمبير، I3 مثلا 1 أمبير. هاي المسافة D1 بتساوي 10 سنتيمتر، والمسافة اللي هون 10 سنتيمتر، يعني هاي 10 وهاي 10 مثلا. شو المطلوب نطلع؟ نطلع النت فورس acting on I2. إذا أنا بدي بس الـ I2 أشتغل عليه. الآن لو رجعنا هون لفوق، إحنا شفنا كيف نحسب القوة بين السلكين. طب كيف رح يكون اتجاه هاي القوة؟ تجاذب، تنافر، وهكذا. فالقاعدة بتحكي لنا قاعدة كثير بسيطة بنقدر نشتقها بسهولة باستخدام اليد اليمنى. إذا السلكين كانوا بنفس الاتجاه زي هيك، فرح يكون بينهم قوة تجاذب. وإذا السلكين كانوا عكس بعض تياراتهم، فالقوة اللي بينهم هي قوة تنافر. هذا مثلا I1 I2. فهاي يا شباب اللي هون، هذه هي قوة الأول على الثاني، يعني الأول رح يدر الثاني اللي عنده، فالثاني راح ينسحب نحو اليمين يتحرك. اذا هي F12 وهي F21. فالقوة اللي بينهم تجاذب، اتراكشن. القوة المؤثرة بس على السلك الثاني نحو اليمين، بحكيش تجاذب، بحكي نحو اليمين. القوة المؤثرة على الثاني لحاله، القوة المؤثرة على الاول لحاله هي نحو اليسار F21. مقاديرهم متساوية بس اتجاهاتهم متعاكسة. هون كذلك لو كانت هذه I1 هذه I2، فهي قوة الثاني المؤثرة على الاول، اذا هي F21 هي F12. لاحظنا دائما ايش مالهم؟ متعاكسات. طيب لو طبقنا هاي القاعدة هون، انا بدي القوة على السلك الثاني، السلك الثاني كم قوة بتأثر عليه؟ واضح في عندي 3 forces، في قوة من السلك الاول على الثاني، في قوة من السلك الثالث على الثاني، وفي قوة من المجال المغناطيسي على الثاني اللي درسناها في chapter 29، chapter السابق قوة المجال على السلك اللي هي ILB في sin theta. الان بنشوف الاتجاهات بالأول، لأنه في أكثر من قوة. بغطي I3
1 و 2 عكس بعض فبينهم قوه تنافر. اذا اي 1 راح يروح على اليمين بس ما بيهمني اعينه، اي 2 راح يروح على اليسار، اذا في عندي هون قوه نحو اليسار. شو هاي القوه؟ هذه اف 1 2 قوه الاول على الثاني. تمام، خلصت من اي 1. الان وين بنروح؟ بنروح على تاثير 3 على 2، للاسفل للاسفل بنفس الاتجاه، اذا بينهم تجاذب. اذا هذا راح يكون بهذا الشكل وهذا راح يروح باتجاه اليمين، بس انا ما بعين على 3، بعين بس على السلك المطلوب. هذه اف 3 2 قوه الثالث على الثاني. طيب المجال المغناطيسي الان شو بعمل؟ زي ما تعلمنا في جابتر 29، بحط ابهامي مع اتجاه التيار بهذا الشكل، اصابعي نحو داخل الصفحه بهذا الشكل. اذا وين بيكون باطن كف؟ نحو اليمين. اذا راح تكون القوه اللي بياثر فيها البي على السلك نحو اليمين، اذا هاي بنسميها اف بي 2، قوه المجال المغناطيسي على التيار اي 2. الان عرفت الاتجاهات دايركشنز، تنتين نحو اليسار واحده باتجاه اليمين. عشان هيك الان بحسب كل واحده منهم لحالها، بعدين بتكون هذول الاثنين مع بعض بجمعهم ناقص اف بي 2، بتكون المحصله النهائيه هي طرح هذه ناقص هذول، او هذول ناقص هاي، الاكبر ناقص الاصغر. كل واحد منهم كيف بدي احسبه؟ على قانونه. اف 1 2 هي قوه سلك على سلك، هاي هي قوه سلك على سلك. هل في السؤال اعطاني ال الطول؟ لا، اذا هو بده يعني احسب له اف على ال حتى لو ما حكى. راح تكون ميو نوت في اي 1 في اي 2 على 2 باي في ايش؟ في المسافه اللي بينهم اللي هي دي 1 على سبيل المثال. اف 3 2 شو راح تكون؟ طبعا على ال بتساوي ميو نوت في اي 3 في اي 2 على 2 باي، المسافه اللي بين 3 و 2 هي دي 2. الان القوه الثالثه المؤثره هي قوه الماجنتيك فيلد بي على السلك، والقوه زي ما شفنا اف بي 2 راح تكون اي في ال في بي في ساين ثيتا، لكن انا بدي اف على ال فبقسم الطرفين على ال، اي في بي في ساين ثيتا. الاي اللي هي طبعا الاي 2 اللي بياثر عليها المجال، والبي هو المجال المؤثر، والزاويه بينهم واضح انه اتجاه الاي لتحت والبي داخل الصفحه، اذا هاي الزاويه بتساوي 90 درجه. وبنحسب النواتج الثلاث، المحصله بنجمع هاي بعدين بنطرح الاكبر ناقص الاصغر. هذا اذا كان في عندي يا شباب قوة بيأثر فيها سلك على سلك أو مجال على سلك في مسألة واحدة. تمام، الآن ننتقل لموضوع آخر في هذا الشابتر اللي هو أمبيرز لو، قانون أمبير، واللي هو الموضوع قبل الأخير. قانون أمبير أمبيرز لو، عشان نفهم موضوع قانون أمبير بدنا نتذكر انه في عندنا مصطلح فيزيائي اسمه لاين انتجرال. لاين انتجرال ما له رمز خاص فيه، لكن اللاين انتجرال هو عبارة عن تكامل على مسار مغلق، هذا الرمز معناه تكامل على مسار مغلق ل b dot ds. b هي المجال المغناطيسي ودي اس هي الطول تاع المسار المغلق اللي انا فارضه هون، الطول تاعه. فبعمل دوت بينهم والناتج بنعمل له انتجريشن على مسار مغلق. ايش فكره اللاين انتجرال؟ اللاين انتجرال شباب اذا كانت البي اس كونستانت طبعا ما بتطلع برا التكامل، وانا بعرف انه تكامل الدي اس بتساوي ال اللي هي الطول تاع السلك كامل. إذا كان عندي أنا سلك، وإذا كان في عندي طبعا لفة أو مسار أنا فارضه، فال بتمثل الطول تاع هذا المسار. هي شو الفكرة؟ شو فكرة اللاين انتجرال؟ إنه لو كان عندي مثلا سلك زي هيك، فطلب مني أحسب المجال المغناطيسي هون عند نقطة مثلا، فشو بروح بعمل؟ بفرض أنا من عندي، كيف كنا نفرض أيام جاوس، سطح جاوس من عندنا إحنا نفرضه، فأنا بفرض إيش؟ مسار هيك محيط بالسلك بهذا الشكل. فال يا شباب هي طول هذا المسار. اذا ال اللي هي تكامل الدي اس هي طول اللفه الافتراضيه اللي احنا فرضناها حول هذا السلك التي تمر بالنقطه المطلوب حساب المجال المغناطيسي عندها. هذا هو شباب اللاين انتجرال. اذا اللاين انتجرال اذا اعطاني بي والاس بحسب اللاين انتجرال من هون، لكن اللاين انتجرال نفسه هذا ايش بيساوي؟
بيساوي ميو نوت في اي انسايد. ميو نوت بنعرف شو هي. اي انسايد هي التيارات الكهربائيه الموجوده داخل اللفه المغلقه اللي احنا فرضناها او اللي هو بيفرض لي اياها ممكن هو لحاله بالسؤال. هذا القانون يا شباب هو قانون امبير بهذا الشكل، امبيرز لو. توضيح لهذا القانون، طبعا هون لازم يكون في عندنا ايش زي ما اتفقنا، closed path، مسار مغلق closed path. طيب الان لو كان في عندي انا على سبيل المثال ناخذ مثال توضيحي، مجموعة اسلاك. هاي الاسلاك اشمالها عمودية كلها على مستوى الصفحة، يعني مثلا واحد هيك جاي، ثاني هيك، ثالث داخل الصفحة، الرابع هون خارج الصفحة، هذا داخل الصفحة، وهكذا. هذا 2 أمبير، 1 أمبير، 2 أمبير، 3 أمبير، 2 أمبير، 2 أمبير مثلا. فهو بيحكي لي أنه أنا في عندي، تخيلوا هاي الأسلاك هيك شكلها واقفة وقوف، هذا داخل الصفحة هيك لجوا، هذا داخل الصفحة، هذا خارج الصفحة، هذا خارج، وهكذا. حكى لي في عندي path، في عندي حلقة، مش حلقة دائرية، يعني مسار مغلق، هيو هيك شكله، مش معطيني ايش الشكل تاعه، مش شكل منطلق، المهم انه closed path. فهو بيسألني what is the line integral، شو المطلوب في السؤال؟ find the line integral through this path، اوجد التكامل الخطي، هيك اسمها بالعربي، على هذا المسار. فبنحكي انه line integral هي تكامل B ضد DS. بس أنا هون لا عندي B ولا عندي S، ما أنا بعرفش كم الطول تاع هذا المسار. فبنحكي إنه هي بتساوي أيضا ميو نوت في I inside. ميو نوت في إيش؟ في I inside. لأن هاي بقدر أحسبها، لأن أنا عندي التيارات التي تخترق هاي الحلقة. هاي أنا عندي حلقة وفي تيارات بتخترقها هيك، ممكن تكون بهذا الشكل، يعني يا بكون طالع للخارج يا بكون داخل للداخل هيك مثلا، او عمودي، مش شرط، يهمنيش، ما في فرق بين يكون داخل بهذا الشكل او داخل بهذا الشكل او هيك، ما بتفرق، المهم انه بيخترق هاي اللفة للداخل او بيخترق هذا الخارج. اذا اي كان اتجاهها اوت، شو بنعتبرها؟ موجب، اللي هي موجب الكي هات. واذا الاي كان اتجاهها ان، شو بنعتبرها؟ نعتبرها نيجاتيف بهذا الشكل. فإذا اللاين انتجرال راح يكون ميو نوت في كم تيار بيخترق هذا الباث، الباث رقم واحد. الجواب هو في عندي 4 تيارات، 1 و2 هدول اتجاههم out، وفي عندي للداخل 2 و3 اللي هم 5. إذا في عندنا 1 + 2 - 2 - 3 بهذا الشكل، فراح يطلع الجواب سالب 2 ميو نوت. هذا هو اللاين انتجرال. طب لو حكى لي في عندي مسار اخر بدنا نطلع اللاين انتجرال عليه، فعلى سبيل المثال اعطاني هذا المسار، هذا رقم 2، فبنحكي له باخذ التيارات اللي داخل هذا المسار فقط، فراح تكون اللاين انتجرال على الباث الثاني بتساوي ميو نوت في التيارات اللي في الداخل. انا في عندي 2 للخارج و2 للخارج و3 للداخل، اذا 2 + 2 - 3 راح يطلع الجواب 1 ضرب ميو نوت، فالجواب هو ميو نوت. تمام. طبعا وحده اللاين انتجرال هي من القانون تسلا دوت متر. تسلا دوت متر هذا الطول تاع المسار، تسلا دوت متر. تمام. هذا اذا طلب مني اللاين انتجرال امره كثير بسيط، بس هو فعليا مش هذا هو الاستخدام الحقيقي الرئيسي المهم لقانون امبير. قانون امبير استخدامه الرئيسي هو ايجاد المجال المغناطيسي لما يكون في عندي سلندر، ثيك سلندر، سلندر له سمك ويكون في مجال في تيار كهربائي بيخترقه ويطلب مني اني انا اطلع المجال المغناطيسي داخل السلندر او خارجه. من باب التذكير خليني أورجيكم كيف نستخدم قانون أمبير، نتذكر مع بعض، في إيجاد المجال المغناطيسي داخل أو خارج سلندر بمر فيه تيار كهربائي. تخيلوا هذا هو السلندر بهذا الشكل وبمر فيه تيار كهربائي هيك على سبيل المثال، هذا هو I.
هذا السلندر الراديوس تاعه هو R، والمطلوب ان نطلع المجال المغناطيسي داخل السلندر وخارجه. نبدأ بالحالة الأولى، find magnetic field at R أكبر من R capital، يعني هون طبعا R بقيسة من الـ من الـ من الأكس، من محور الأسطوانة بهذا الشكل، فهي هي R small كلها. لاحظوا R small أكبر من R capital، معناها outside السلندر، خارج السلندر نطلع magnetic field. فشو بنعمل؟ باجي بفرض يا شباب من عندي، كيف كنا نعمل بقاوس؟ بيشبه قاوس، كنا في قاوس نفرض سطح مغلق، سطح ايش؟ مغلق يحيط بالشحنة ويمر بالنقطة المطلوبة، اسمه سطح قاوس. هون شو راح نعمل؟ هون راح نفرض لفة، نسميها لفة امبير، اللي هي هاي، هاي اللي هون، عشان يكون عندي closed path يحيط بهذا التيار. فشو بروح بعمل؟ بعمل او بفترض انه في عندي لفة بهذا الشكل هيك. طبعا هاي تحيط بالسلندر، لو ما بيناش هذا كان احسن، بتحيط فيه مثلا زي هيك. يعني كأنه هي هيك والسلندر بيخترق هيك من وسطها بهذا الشكل. الان لو تفرجنا احنا على التيار الكهربائي، الكرنت الموجود داخل هاي اللفة، مش كنا لما ناخذ احنا باث ناخذ التيارات اللي داخله، مثلا هذا اللون زهري، في عندي هذا وهذا وهذا، الان باقي المنطقه هي كلها فراغ فاضي ما في إشي، فانا باخذ بس هذول اللي بيخترقوا المسار الباث للخارج وللداخل. طب انا عندي هون هاي المنطقه كلها كرنت، كلها مليانه تيار، هيو كلها بتخترق هاي اللفه، فالاختراق وين موجود؟ الاختراق موجود من عند الصفر، من عند البعد عن من عند المحور نفسه لغايه السطح تاع السلندر فقط، بعد هيك ما في تيار كهربائي. الآن بطبق قانون أمبير، فبنحكي إنه التكامل B dot ds يساوي ميو نوت في I inside. طيب البي عند أي نقطة على بعد R، أي نقطة على هذا المسار أنا افترضته لأنه البعد ثابت عن المركز، بيكون constant، فبنطلعها برا التكامل. وتكامل ds هو L اللي هو الطول تاع الباث اللي أنا رسمته، هذا الباث كم طوله؟ L. طبعا هذا باث دائري، وبالتالي الطول تاعه هو محيط الدائرة 2 باي R، بس أي R؟ R small، أنا بتكلم عن الباث تاعي مش عن السلندر نفسه. إذا L هي 2 باي R يساوي ميو نوت ضرب التيار الكهربائي اللي بيخترق هاي اللفة، كل السلك داخل اللفة، يعني هاي اللفة هون مثلا هيك، والسلك الآن اللي جاي هو جزء منها، فكل السلك اللي هو هذا وين جاي؟ جاي داخل اللفة الأكبر اللي هي لفة أمبير اللي احنا فرضناها هون على بعد R، فآي كاملة داخل لفة أمبير. الآن B، أنا بدي B، B شو راح تكون؟ ميو نوت في I على ال اللي هي 2 باي R، حيث R هي بعد النقطة المطلوبة عن الأكس، عن محور السلندر. لاحظوا أنه هذا القانون هو نفسه قانون الماجنتيك فيلد الناتج عن سلك مستقيم رفيع. التشابه بينهم الحاصل سببه هو انه لما انا اكون خارج السلك واطلع عليه من برا ببين كانه سلك رفيع، هاي سلك، لما اطلع عليه من قريب شو بشوف؟ له سمك، له ار كابيتال وهكذا، بس لما اشوفه من بعيد شو ببين؟ كانه سلك رفيع، ترى النقطه في الخارج موجوده، اذا كل التيار بياثر على هاي النقطه الموجوده هون، فهذا هو البي اوتسايد. طيب الاحتمال الثاني الان انه يطلب مني اطلع البي وين؟ انسايد، لما تكون ار اصغر من ار كابيتال انسايد ذا سلندر. يعني لو رسمنا السلندر مره ثانيه، هذا هو الاكس تاع السلندر، فانا بدي الماجنتيك فيلد وين؟ بدي اياه هون في هاي النقطة. فشو بروح بعمل؟ هاي المسافة اللي هي ار سمول داخل ار سمول اصغر من ار كابيتال، واضح.
فشو بروح بعمل؟ بعمل لفة أمبير لما المسار بهذا الشكل. الآن التيار الكهربائي كله اي وهاي المنطقة كلها تيار كهربائي تخترق السلك كامل، لكن انا شو بدي يا شباب؟ بدي التيار انسايد داخل لفة امبير، يعني بس بدي التيار في هاي المنطقة هون. التيار اللي هون ما بيلزمني، انا بدي التيار اللي بيخترق هاي اللفة فقط. طب كم التيار اللي بيخترق هاي اللفة؟ راح نسمي التيار اللي هون ايش؟ اي برايم. اي برايم هي التيار اللي في اللفة الصغيرة تاعت امبير فقط بدون التيار الكبير. هذا كله هو اي كامل، انا بديش اي، بدي جزء من الاي. حتى نعرف نحصل على اي برايم بكل بساطة شباب، اكتبوا اي ايش بيقابل الاي، ايش هي المساحة. يعني احنا هون ترى شغلنا على الكرنت دنسيتي، بس بدون ندخل بالتفاصيل كثير كيف اجت اي يا شباب، بيقابلها مساحة، بيخترق مساحة مقدارها اللي هو مساحة المقطع الأرضي للسلندر كامل اللي هي باي مساحة دائرة ار تربيع، بينما اي برايم بيخترق فقط مساحة اللي نص قطرها ار سمول، يعني هي باي في ار سمول تربيع بهذا الشكل. لو قسمنا المعادلتين على بعض اللي تحت على اللي فوق، لأن أنا بدي اي برايم، رح يكون عندنا اي برايم على اي تساوي باي ار تربيع على باي ار تربيع. لو سوينا نظرة تبادلي طلعنا الاي على الطرف الثاني، راح تكون اي برايم بتساوي ار تربيع سمول ار كابيتال تربيع مضروبه كلها في ايش؟ في اي بهذا الشكل. هي اي برايم لو انا بدي اياها، اذا هي جزء من الاي لانه ار اصغر من ار كابيتال، فهذا عباره عن كسر، كسر مضروب في الاي. تمام. لا لو طبقنا قانون امبير احنا هون راح نحكي انه التكامل بي دوت دي اس بيساوي ميو نوت في اي انسايد. والاي انسايد اللي هي مين؟ اللي هي نفس الاي برايم اللي داخل لفه امبير. شيك. تمام. تعالوا نعوض، حكينا بي الدي اس بتصير ال، اللي هي المحيط تاع لفه امبير اللي هي عباره عن 2 باي ار سمول بيساوي ميو نوت في الاي داخل هي اي برايم. شو بعوض مكان اي برايم؟ بعوض اي في ار سمول تربيع على ار كابيتال تربيع. لو اختصرنا الطرفين مع بعض نشوف انه R راح تروح مع ال R، وبالتالي راح تطلع ال B تساوي ميو نوت في I في R سمول مقسومة على 2 باي R تربيع. هذا وين؟ هذا out، هذا inside داخل السلندر بهذا الشكل. طبعا لو عوضنا على السطح نفسه، بدي على السطح هون او هون، على السطح نفسه هو الفاصل بين الداخل والخارج في الجهتين بيزبط. بحط بدل ار سمول ار كابيتال، شو بصير؟ ميو نوت في اي على 2 باي ار كابيتال، ميو نوت في اي على 2 باي ار سمول تربيع في ار كابيتال، بيروح ار كابيتال تربيع في فوق ار كابيتال بيلغوا بعض، بصفي ار كابيتال تحت فوق نفسها، بتساوي القانونين مع بعض. فهيك يا شباب هو استخدام قانون امبير. لو حبينا انه نمثل بيانيا البي اوتسايد والبي انسايد كرسم بياني، رح يكون هذا الرسم بياني هيك. هون الار كابيتال، يعني من هون تبدا الفصل بين الانسايد والاوتسايد، وهون انا عندي ايش؟ انا عندي البي الماجنتيك فيلد. شفنا انه الماجنتيك فيلد في داخل السلندر هذا بتناسب بشكل خطي مع ار ار في البسط، العلاقه الخطيه طبعا، هذا انسايد. تبدا من عند المركز من الصفر بصير تزيد تدريجيا اقتران خطي لغايه نوصل عند السطح، السطح يعني هون بهذا الشكل. شو قيمه المجال المغناطيسي هون عند السطح نفسه؟ المجال عند السطح نفسه بدل ار سمول بعوض ار كابيتال، فار كابيتال مع ار كابيتال بتروح، راح يصفي عندنا ميو نوت في اي على 2 باي ار كابيتال. يعني يا شباب لو كان حاط لي، جاب لي هاي الرسمه مثلا وحاط لي هون الرقم قيمته مثلا 10، فبنحكي انه ميو نوت في اي على 2 باي ار كابيتال بتساوي 10. طبعا ميو نوت ثابت والار بتكون هي نفس الرقم اللي هون موجود معطى، فاذا بحسب قيمه الاي، فبصير التيار الكهربائي الكلي المار في السلندر معروف بالطريقة هاي.
طيب شو بنعمل بعدين؟ لاحظوا انه اوتسايد علاقة البي مع الار اقتران عكسي، الاقتران العكسي هيك رسمته، اقتران منحني نازل نزول لتحت بهذا الشكل، هيك بيكون شكل الاقتران. الان لنفترض انه هاي الار مثلا بتساوي 3 سنتيمتر مثلا، شو ممكن يطلب مني في السؤال؟ يحط لي هون الرقم 10. طبعا انا شو بستنتج؟ انه اي انعرفت، بيجي بيحكي لي find b، بده b لما تكون ال r small بتساوي 5 في الخارج. نحكي لما تكون r small قيمتها 5 شو راح تكون b out؟ ال b out شو قانونها؟ mu not في i على 2 by r، ان هاي هي ال 5 سنتي، mu not طبعا ثابت، ال i شو بعوضها؟ ال i هي نفسها ال i اللي هون، لانه ال i ثابت في السلندر نفسه بهذا الشكل. بهاي الطريقة بعرف من خلال الرقم الموجود هون قديش قيمة الآي، ومنها بطلع البي آوت، وهكذا ممكن يعطيني على بعد آر بتساوي 1 سنتيمتر. فبحكي له انه مدام الراديوس هو 3 سنتي، فالواحد سنتي يعتبر في الداخل، والداخل ايش قانونه؟ الان هو ميو نوت في آي في آر على 2 باي في آر كابيتال تربيع. آر سمول اللي هي الواحد سنتي، آر كابيتال اللي هي 3 سنتي، والآي هاي أنا طلعتها من هون القيمة اللي هون أوجدتها، نحسب هيك البي عند الواحد سنتي كم بتساوي، وهكذا. هذا يا شباب بالنسبة لقانون أمبير. آخر شيء بقي نذكركم فيه، هذا كله تم شرحه هو بس من باب التذكير مش أكثر، نذكركم بغاوسز لو إن ماغنتيزم، قانون غاوس في المغناطيسية. هلا عشان نفهم غاوسز لو نذكركم بيه انه في عندي مصطلح اسمه الفلكس، ماجنتيك فلكس، التدفق المغناطيسي. تدفق معناه الاختراق، بس هالمرة اللي بيخترق السطح هو مجال مغناطيسي وليس مجال كهربائي، عشان هيك مرات بحطه هون ام ماجنتيك فلكس. الفاي ماجنتيك فلكس قانونها هو بي دوت اي، كان التدفق الكهربائي E dot A المجال الكهربائي. الآن لو فكينا الدوت بين المتجهين رح يكون B في A في كوساين ثيتا اللي بينهم، بين ال B وبين ال A. هون نذكر إنه ال A هي متجه اتجاهه عمودي على السطح، فلو كان مثلا هيك السطح، فهيك بيكون اتجاه ال A، دائما ال A عمودية على السطح. وممكن يكون عندي ال A أو ال B is a function، يعني متغيرة تتغير مع ال، يعني مثلا تخيلوا لو كان البي اللي انا بدي اخليه يخترق هذا السطح ليس مجال منتظم قيمته ثابتة، كان عبارة عن ماجنتيك فيلد ناتج عن سلك مستقيم. طب السلك المستقيم كل ما ابعد عنه بقل قيمة البي، فبالتالي البي ما بيكون يونيفورم، ما بيكون منتظم. في هاي الحالة كيف نحسب الفاي؟ رح تكون تكامل بي دوت دي اي، تكامل المجال المغناطيسي دوت المساحة. تمام، مين نستخدم من هاي العلاقات؟ هاي العلاقة أكيد رح استخدمها إذا إيش كان في عنا؟ إذا كان في عندي فيكتورز، يعني أجي أحكي لي مثلا البي تساوي 3 آي هات ناقص 5 جي هات، والأي بتساوي 4 آي هات زائد 3 جي هات مثلا، فأكيد بستخدم البي دوت أي، لأن ممكن أنا أربط هاي مع هاي إذا طلب مني ثيتا، بقول له بي دوت أي بتساوي بي أي كوساين ثيتا، بحسب ال B dot A من الضرب، ال I بال I والجي بالجي والكي بالكي، الناتج ال B وال A، ال B هي الجذر وال A هي الجذر لمتجه A، بقسم على B A بنطلع كوساين ثيتا، بناخذ ايش الكوساين انفرشن بنطلع ثيتا. ايضا هاي بستخدمها، افرض جاب لي سؤال زي هيك، حكى لي انا في عندي سطح، هذا هو اتجاه الاريا طبعا، وفي عندي ماجنتيك فيلد بيخترقه بهذا الشكل، هذا B، هاي الزاوية اللي هون مع السطح مثلا هي 30 درجة. find phi، نحكي مدام ال b وال a معطينا شكل أرقام، فphi إيش راح تساوي؟ b في a في كوساين الزاوية اللي بينهم. الآن ال b وال a بتكون قيمهم عندي محسوبة، أو ممكن ال a يحكي لي إنه هذا مستطيل يعطيني الطول بالعرض، فأنا بحسب الأريا. بس شو راح تكون الثيتا في هاي الحالة؟ راح تكون ثيتا بتساوي 60 درجة مش 30، لأنه ثيتا في القانون هي الزاوية بين ال b وال a، هاي ال b وهاي ال a، هاي الزاوية اللي بينهم، هاي هي ثيتا وليست الزاوية مع السطح نفسه. تمام،
بينما هاي اللي هون متى بستخدمها؟ إذا كان في عندي على سبيل المثال توضيح لها، وهذا المثال محلول بالتفصيل في الشرح في الفيديو، لو كان عندي سلك مستقيم بينتج عنه مجال مغناطيسي، سلك مثلا اتجاهه نحو الأعلى، هذا هو I، فرح يكون اتجاه الماغنتيك فيلد في المنطقة اليمنى نحو داخل الصفحة، إذا هون في مجال اتجاهه داخل الصفحة. من وين ناتج هذا المجال؟ ناتج من السلك المستقيم. شو قانونه؟ ميو نوت في I على 2 باي إكس. ليش سميتها إكس هالمرة؟ سميتها إكس لأنه ممكن يطلب مني أحسب المجال المغناطيسي هون، ممكن يطلب مني أحسبه هون، ممكن هون، فالبعد مختلف. هو شو فعليا جاب لي في السؤال؟ حط لي ملف مستطيل بهذا الشكل وطلب مني أحسب الفلكس خلاله. هاي المسافة هي A وهاي المسافة الآن هي B. طيب يا شباب، الآن المنطقة اللي هون اللي هي بعدها مثلا C عن السلك المستقيم في مجال مغناطيسي بعوض قيمة X اللي هي C، لكن هون هاي النقطة البعد هو C وزيادة وهكذا، فرح نسمي المسافة كاملة هاي كلياتها شو رح نسميها؟ رح نسميها X، حيث X هي بعد شريحة صغيرة أنا بختارها من هذا المستطيل، بعدها عن السلك الأصلي هي X. تمام، إذا X شو رح تكون؟ هيها هون C زائد الجزء الصغير اللي هون اللي أنا ما بعرف كم بيساوي، هاي هي X بعد النقطة عن السلك عشان أحسب الـ B. طيب الـ DA شو رح تكون؟ لاحظوا أنه الطول العمودي ما بتغير، بس الطول الأفقي هو اللي قاعد بتغير لما الشريحة تتحرك باتجاه اليمين، هاي المسافة بتكبر وبتصغر. العرض تاع السلك المقطع الصغير اللي أنا اخترته لي هون شباب، العرض تاعه هو بدي أسميه DX، فهاي الشريحة الصغيرة مساحتها اللي هي DA الطول ضرب العرض الطول هو B، والعرض تاعها هو DX B ضرب DX. وبعدين بطبق في هذا القانون، فاي رح تساوي تكامل B dot DA، ال B هي ميو نوت في I على 2 باي X dot B في DX. طبعا اتجاه ال B وال A بنفس الاتجاه، ال A عمودية على السطح وال B عمودية على السطح، فاتجاههم مع بعض الزاوية بينهم صفر، إذا رح تروح الدوت كوساين الصفر هو واحد، بتروح الكوساين، وبالتالي رح نوصل، خلينا نطلع الثوابت برا، ميو نوت في I المعرفة السلك المستقيم في B على 2 باي، متغيرات هي DX فوق وX تحت. تمام، حدود التكامل إيش هي؟ أقل قيمة للX اللي هي C، أبعد قيمة للX اللي هي عندما توصل الخط هذا للطرف الثاني اللي هي C زائد A، إذا من C إلى C زائد A. إيش تكامل الـ DX على X؟ تكاملها لن الـ X، فبتصير ميو نوت في I في B على 2 باي في لن اللي فوق ناقص اللي تحت، لن الـ X طبعا من C إلى C زائد A. لو عوضنا الآن فاي رح تساوي ميو نوت في I في B على 2 باي لن C زائد A ناقص لن السي، ولما يكون عندي لن ناقص لن بقدر ادخلهم على لن واحدة بس تكون بينهم إشارة قسمة مش طرح على A بهذا الشكل، هذا الفاي عبر هذا الملف وهكذا. إذا يا شباب هذا هو قانون أو طريقة حساب الفلكس. طيب وين هو غاوسز لو؟ قانون غاوس نفسه وين هو؟ غاوسز لو هو بحكي لي إنه إذا كان في عندي سطح مغلق، سطح مسكر، لنفترض حطينا على طرف مغناطيس، مثلا كان عندي مغناطيس هيك شكله، مثلا هذا هو النورث بول وهذا هو الساوث بول، القطب الشمالي والجنوبي، خطوط المجال زي ما احنا عارفين تخرج من القطب الشمالي بتدخل في القطب الجنوبي، اذا هيك بتكون طالعة من الشمالي، اذا هاي الخطوط تخترق السطح اللي عندي نحو الخارج، والخطوط الطالعة من السطح شو بتكون الفاي فيها؟ بتكون الفاي is positive، إذن في تدفق موجب. لكن في المجال المغناطيسي لأنه ما في قطب شمالي لحاله، دائما الشمال والجنوبي مع بعض، مهما صغرنا المغناطيس حتى عندي قطبين، لازم الخطوط هاي تروح وشو تعمل؟ وين تدخل؟ في الجنوبي وترجع تكمل في الداخل من الجنوبي باتجاه الشمالي. هون أنا بيهمني هاي النقطة عند السطح، شو صار في هاي الخطوط؟
اخترقت السطح للداخل، إذن هيك راح تكون. فالأربع خطوط اللي طلعت من هاي الجهة من السطح راح تدخل هون، فيها هون على هاي الجهة راح تدخل تخترق السطح اللي لونه أزرق، تخترقه للداخل، تخترقه للداخل تفوت جوا، إذا هذا تدفق سالب، وبالتالي دائما راح نحصل على عدد خطوط خارجة يساوي عدد خطوط داخلة. فالتدفق الكلي مجموعهم مع بعض راح يطلع الجواب دائما صفر. ولهذا إذا كان في عندي closed surface ف B dot dA اللي هي نفسها الفلكس is always zero، راح تكون صفر دائما إذا كان في سطح مغلق. لكن هل الفاي E electrical flux اللي هو تكامل E dot dA هل هو صفر دائما؟ أكيد الجواب لا، لأنه في الكهرباء لو كان عندي سطح مغلق في عندي شحنة موجبة، فالخطوط تكون طالعة من الشحنة، ما في هون خطوط داخلة، بس طالع. طالع يعني إيش؟ يعني positive flux. بس هون اللي بيطلع لازم يرجع يدخل مرة أخرى، لأنه ما في عندي خطوط لحالها، لازم تكون خطوط مقفلة حتى يكون في عندي flux. إذن يا شباب هذا هو هذا القانون، هو قانون غاوس في المغناطيسية، إنه الفاي is always zero، دائما بتساوي zero. هيك بحسب الفاي، هيك فاي على سطح مغلق closed surface، ديروا بالكم. تمام، هيك بنكون خلصنا هاي المراجعة. خلينا الآن نبدأ في حل المسائل.